من أصوات دانو يكو قلن جبيين بول يلابا أرضي وعكبرتي هيرك كالدوان جامعة دا إسلامي يونفاست أوف منسوطة فديقي دي هاي قبل كام منسوطة أيا لغو قبتا إسكول كسري جون أوف كندي هو يالا مغالا بلومنتون يو قبل كام منسوطة يدل كمريكا من أصوات دانا يا واحا كسو قيب كلاي سياسيين أقو يهانو والدين مامولك جامعة دا وغور يبروفيسر دكتر وليد إدريس ألمنيزي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة قدون كي هوري وحبرشاد مقالدة من إياه بلو صدنا لطريها حلمانات إيمي كرابة شروع كمي دي حلمانات القصد دورتو قبل كمي نسوتا هي حلمانات هودان حسن وكمي دي حلمانات أقل كواسي لقصد دورتو مقالدة من إياه بلو صدنا قبل كمي نسوتا هذا كقل جبسي يا واحد كم إذا هالشيخ نوح وكم إذا علماء الصومالي إذا كنا رقبل كم من سلطة إسلام مركز النقابة بهيا كاركا وحنا أنا ودي يمك يا حفلة صغير لطي بس إذا واركو إن أمانتك كقل جبيو كم عدا عاوة همين فرح له وهمين السوق بقبيني قيبت لبعض مصر كأحد جامعة دا من سلطة إسلامي جاء إلهي ما هدي ويا عاوة حنو ما هنقينا لمن معلمين تي والد كي يضط كي فرانك كي يضط كي مارت نلقى يبقى عطي انت كل جودة تهيانك وحبر الشدة محا وحا قبضاء لكم حا قبضوا هاتي واسك بديهين او حاوي الصبح حبا وحبا تاقن ماركا حا قبضوا وينو هاد عروا الله كل مي حبر الشدة انتان كتري هالا كان عن شغل من صوت ادو ببطنا ولو أن دقف أنا هاي أو ده بهي أعرف كذا ليه ده أو برجاري قاعد ويدي مر بارس إنترنت كأحمد أنا أونلاين بنا هاي يا برد مشاغل خلاص كتير تيجيو وش قاعد أقول لكن تعليم تبر والبا وإلى ده ترى تروين لقصوا بلعبة بلوغي إلى هدير إلى صوبالي إلى هالكان قف بال بصوحة واقف معنايا أكو أقف حسرة كل إنا قاعد يقول كذي محمد عمر وها وأباه دلي يوسف محمد عمر وكم إذا ما أنت أردت قلنا شو بيسي مركي أي حلد صويل التي أيام واحد نودي بحسب بخش أوهايو جولكا كولومبس أوهايو واحد ما أنت أتمد إنا دول كا فرحد الله قبسيت فرحد نوعي هو أبورس والله فرحد وأنا أقسم بيه أبورس أو أد أنا وفرحي يعني أد وأنا أقسم معنا مسكحة كوي وحنا معنا أت وفر حي ما دام ويلك وقرن جبي ما أنت معنا فرحت وحنا كفر حي معناها أن لسه كوب كرن أو أت وقيمة بدن دتك سوماليين وحنا كا ورجيني أساس كونا سنة يجون وفرحان لما دتك خسوا قيب قلا إيو دتك أرديدا خسوا قيب كشوا وحنا وهو مع العلني أنا معنا وحبر الشدو يو هوش سبع الله أساس وغدان قال كم إذا أرضي الله الله وبهن تقرن الصوماليين أي واحد عبير أندرين كذا يصير دوار كان ما أنت إني كغل أنت بين جامعة الإسلام في كوتا الله قبل كام من سطع بسم الله الرحمن الرحيم عبد الحكيم آد وأوفر حصلنا هاي الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى ما هذا سكلا نزل قبل جبيي هيرك الله وتعالى جامعة مصر كا إسلام يونيفرسيتي أوف من سطع ما أنت واحد معنا فرحة بدن أو أرضي بدن أي كسر قيب كل شيء أي غل أنت بين يصير رنتي واحد آد الله وفر حقه شيخ نوح واستغنا ما شاء الله ما انت نلقل انتبيي وارضاده مصر كنا دمهي اد بان فرحسنا هي انو نغلس وقيب غلا حفلده اد بان ما شاء الله وفرحسنا هي ارضيده يا دمان معلمينتني يا ماركتا فاسيلتيجا جامعده اد بان او ماركتا مهدعلينا وحان قادنيا ماستركي وحان كقاتي ماركتا اي ان اي انا اي توك باتشلر اند ذن ماستركي ما هدا قاتي الحمد لله رب العالمين اد يا ديان وفرحسنا هي ما انت ان كم نقضوا أرضي إذا كغل جبيني إسا جامعة إسلامية من السلطة كلية الحديث كنت وحي نوتا إمان الآديات قالوا فرصد آديات وين ونضمان لو ذاك يفرح حدا يورين رينتا أرضي إذا جامعة كغل جبيني إسا وانكم إذا هاي بدون كي هوري وحبرشة مقالة منيا بلوس مدالة سياد علي قدنا أهل التالية حل لبنان أما كونغرس إيمي كلوب بشر أو كم إذا حل لبنان ده القصة دورته قبل كم من سوتا حن وفافين كبحيي مركي حفلة صويد لاتي أرضا قرن شو بيسي كنت واحد اللي هي الكرماها مناسبة أت غالية وهي إن جامعة يونيفرسيتي إسلامي يونيفرسيتي من سوتا لقى قرن شو بيو أرضي إنت عليك ووقت ودي أهوري إني برتان دين تودا كنت واحد قيمة وين وهي برشاد وحوي وين مهم وفرح نلاش وعي marka aad aragu faraxsan yahay in ardayno aan ay jaamacad islaamiga ka qalin jabiyeen sameeyeen sare xilmanada xasan oo kamid xilmanada laga soo doortay gobolka Minnesota oo ay maanta ka qalin jabiyeenaysay walaashayd ku weyn xasan ayaa ardaydi iyo macallimiintii iyo waalidintii ba waxa ay ku bogaadisay dadaalka ay galiyeen jaamacadan
iyo ardayda ay soo saartay ba waxaan rabaa maanta inaan hambalyo iyo bogaadin u diro ardaydi ka qalin jabinaysay Islamic University of Minnesota ee jaamacadda Islaamka ee Minnesota waxa ku jirta walaashay Queen Usmaan Xasan oo qaadatay master's degree marka farxad bay ii tahay iyo sharaf weyn waxaan aad ugu bogaadinayaa in walaashay inay mataqaana darajada gaartay waxaan kaloo rabaa gabdhaha Soomaaliyeed ee Minnesota jooga inay ka faa'iideystaan jaamacadan jaamacadan waa jaamacad Islaamic ah oo mataqaana aad ku baran kartid diinta nooc kasto ay tahayba marka aad ayaan u jeclaan lahaa inaan aragno gabdh badan oo qalin jabinaya oo wadadan saaran waxayna u tahay walaashay gabdh badan bay waxay u tahay aspiration ama dhiirigelin iyo didiilo ardayda kulligood wiil iyo gabarna waxaan leenahay hambalyo Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa horumarka sameeyay arrimaha siyaasadda waxbarashada caafimaadka iyo waliba arrimaha bulshada dhaqeen Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka